فانتاستيك. هتبقى استنى، فانتاستيك لا اوسم، اوسم تبقى اوسم عشان فانتاستيك مين اللي دي. بيقول اوسم؟ اللي بيقول اوسم يرفع ايده. ماشي، ياسين ومحمد تاني. اللي بيقول فانتاستيك يرفع ايده. هي تيا، انت ما رفعتيش ايدك في اي واحده. لا معارضة ولا معايير. فانتاستيك ولا اوسم؟ انا بفكر. طب طيب استنى، فكري كده. ممكن اقول الاجابة ليه وليه كمان. فانتاستيك. فانتاستيك. طيب نجرب. طب قول لي يا محمد يا تامر ليه؟ أول ماشي، جرب. هتبقى اوسم عشان هو احنا كتبنا برنت اكس، فهو هيجيب اللي هو شايفه جلوبال اللي ظهر قدامه، فالاكس ايكوالز فانتاستيك دي لوكال، هي موجوده في الفانكشن بتاعت ماي فان بس. موجودة في الفانكشن بتاع ماي فان بس. بس انا قلت انها جلوبال، مش انا كاتب انها جلوبال، زائد ان انا معرفها بره كمان. طب تعال نجرب ونشوف. عندي فانتاستيك يا محمد، فانتاستيك طلعت فانتاستيك. محمد. ليه؟ انا همشي ككومبايلر من فوق لتحت. اول حاجة عندي لقيت اكس بتساوي اوسم كستيتمنت، يعني الستيتمنت بتقول لي اكس بتساوي اوسم. فانا اول حاجة افهمها ان اكس جلوبال، ده انا اول حاجة فهمتها لان هو بره. تاني حاجة افهمها ان اكس بيساوي اوسم. ماشي، اكمل. الستيتمنت جلوبال التانية اكس هي ما لا مش جلوبال اكس، ماي هي فان. ماي فانكشن دي. ليه؟ ليه؟ لان هي بالنسبه له الفانكشن دي هو ما بينفذهاش اصلا، ما بينفذهاش خالص ليه الا في حاله ليه واحده. انا قلت اهو، هقول اهو، ما بينفذهاش الا لو عملت لها كول، يعني انا لو ناديتها ينفذها، ما ناديتهاش خلاص مش هينفذها. هي بالنسبه له مش كود، هي مجموعه من الاكواد محطوطين على جنب، انا ماليش دعوه بيهم دلوقتي، هما فوق تحت، انا مش هنفذها الا لما تتنادي.